اهلا باحلى جمهور في كل اسبوع نلتقي مع جمهور ابشر بالخير. هذا البرنامج الذي يعنى بتاويل احلامكم ورؤاكم من منظور نفسي وشرعي واجتماعي. نرحب بكم عبر قناه الفجيره مطلع الشمس في هذا التوقيت الساعه 8:30 من كل اسبوع توقيت الامارات. نلتقي مع جمهور الخليج والوطن العربي بل والعالم كله في هذا البرنامج الذي يكون لحظات ودقائق نلتقي فيها مع أسعد وأهنأ لحظات نقضيها بين من نبشرهم ويبشرون جمهور أبشر بالخير. أحبة الكرام، تستطيع التواصل عبر رقم 0922223 45 للاستفسار والأسئلة عن تفسير الأحلام، أو عبر رسائل فيسبوك على الموقع الرسمي اللي يظهر على الشاشة فجيرة تي في فيسبوك لايف مفتوح دلوقتي، أو عبر الصفحة الرسمية فيسبوك لايف برضو للصفحة لي أنا باسم الإعلامي دكتور أشرف العسال. حبة الكرام، كما تعودنا نبدأ بنبذات وقبسات وأنوار من سورة سيدنا يوسف عليه السلام. استوقفني المشهد ده قبل ما أخذ اتصالات الجمهور، لما رموا أخوهم يوسف في البير ربنا بيقول إيه؟ بيقول وأوحينا إليه، لسيدنا يوسف يعني، لتنبئنهم بأمرهم هذا، هيجي يوم تقول لهم اللي عملتوه فيا، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا الله، معنى كده إن الطفل اللي اترمى في البير ده يا رب أنت هتنقذه وهيطلع ويكبر ويبقى له شأن عظيم وينبئ إخواته بعد سنين طويلة بالجريمة اللي عملوها في أخوهم، وهو في البير سترت عليه وحفظته. أيوة، دي رسالة ليك أنت وليا ولكل الجمهور، لكل أمة محمد. اجعل ستر الله عليك موجود بإيه؟ بإنك أنت تستر نفسك، تستر طباعك، تستر عيوبك. ولذلك سيدنا النبي بيقول أول الناس دخول جهنم والعياذ بالله من العصاة قال المجاهرون. أول ناس تخش جهنم والعياذ بالله مين المجاهرون؟ اللي بيعمل معصية ويعلن ويفتخر ويحكي لأصحابه وربعه أنا سويت أمس ليلة البارحة عملت وعملت. ليه مش ستر على نفسك بعد ما ربنا ستر عليك؟ ربنا ستر عليك وانت تفتش الستر ليه؟ أفظع شيء انك تكشف الستر حتى على عيوب الناس. اوعى تشغل نفسك بعيوب غيرك، تشغل بعيوبك انت. وكل ما تشغلت بعيوبك وسترت على غيرك الحق تبارك وتعالى يستر عليك وينقذك من أعتى الظروف وينقذك من الظلمة ووضعك في النور. شايف سيدنا يوسف طفل لا حول له ولا قوة، ولكنه عندما سطر على إخوته طلعوه من البير الناس اللي كانوا في القافلة يقولوا له أنت مين أهلك؟ يقول لهم أنا ابن البئر. ما اتكلمش عن إخواته، ما اتكلمش عن حد ولا عن أهله، سطر عليهم فسطر الله عليه في رسالة جميلة إلى كل مسلم. من سطر مسلما سطر الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حبة الكرام، بعد هذه الأنوار من قصة سيدنا يوسف تعالوا لنستقبل اتصالات جمهورنا. ومعانا أول اتصال أختنا مسيف من رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخت مسيف، أهلا بيك. كيف حالك؟ مرحب بأهل رأس الخيمة، الله يسلمك. الحمد لله تمام، كل عام وأنتم بخير. وانت بخير يا شيخ، والامارات كلها بخير واعيادها الجميله وفرحتها تدوم ان شاء الله شعبا وحكومه ان شاء الله تعالى. اهلا بيك يا ام سيف، تفضلي. يا شيخ انا عندي حلم وعندي استفسار. تفضلي استقول، تفضلي. يا شيخ اول شيء حلم حق اختي مش انا. كويس. اختي كانها رأت في بنك وشافت حرمه قالت لها انت فلانه تقصد انا انيا. قالت لها لا انا اختها. قالت لها خذي هالورقه. الورقه كان فيها مكتوب مبلغ. كويس. مبلغ مالي يعني. وقالت اختي اللي تشوف الحلم هذا المبلغ حق اختي فلانه تقصد فيها عني انا. اه. وبعدين قالت لها
تعالي عندي بعطيك أمانة أعطيها أختك. كويس. وتبعتها وعطتها صندوق فيها غشوة وعبوة. غشوة؟ آه غشوة. هي الغشوة اللي على الرأس. تمام. أنت متزوجة يا أم سيف؟ لا متزوجة. أوكي. غشوة وعباية ليك أنت؟ هي هي. لا أعطتها نفس الصندوق. الصندوق بالحاجة اللي فيه ليكي يعني. هي قالت لي أعطيها إياه. كويس. وبعدين يوم راحت أختي عنها فتحت الصندوق واكتشفت أن فيه غشوة وربوة. كويس. قالت كيف أرجع الحين الثمان حق الحرمة؟ كأن الحرمة نفت ثمانها داخل الصندوق. بس كده. هي. طيب الرؤية الثانية بتاعتك أنت بقى. لا مش رؤية بس في استفسار عندي شيخ. اتفضل. أدام فضلك يا شيخ، أنا فسرت عندك حلم على المسجات وقلت لي في التفسير أنها استجابة الدعاء. أيوه كويس. وتحقيق أمنية يا شيخ، سبحان الله. أنت يعني أنا في عندي أمنية لكن أشوف الأسباب عندي دي أنا أشوفها منقطعة يعني ما في. هل يعني بص يا أم سيف، كلمة أقولها لك قبل ما نكمل باقي الصلاة، إذا انقطعت الأسباب في عيننا ونظرنا ومن تفكيرنا إحنا، فإن الأسباب لا تنقطع عند الله تبارك وتعالى لأنه مسبب الأسباب. قولي لي بالله عليك، طفل يترمي في البير، مين يقول إن ينقذ ويطلع ويصير ملك وعزيز مصر سيدنا يوسف؟ مين يقول إن إبراهيم عليه السلام يلقى في النار؟ الأسباب تقول إن مفروض يحترق في ربع ساعة، تنتهي في دقائق ينتهي، ولكن ربنا يأمنه في النار ويقول للنار وكوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي يملك الأسباب؟ الله. من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويحمي رب العالمين بخيوط العنكبوت وحمامتين بيضاء جنب الغار؟ الله أكبر. اوعي تيأسي من روح الله أبدا، واعلمي خلي بالك تفسير لما يتقالك مثلا في المنام هذا تحقق أمل، لا 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 تظني ممكن بعد ساعة أو بعد يوم، تحقق الأمل سيأتي ولكن له وقت معلوم عند الله، نصبر وإن شاء الله نستبشر خير. شكرا يا أم سيف، هقول لك تفسيرها دلوقتي. حاضر. أخت أمل من أبو ظبي صديقة البرنامج، ما شاء الله بقالنا أسبوعين ثلاثة ما سمعنا صوتها. الأخت أمل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. أهلا بيكي الصديقة العزيزة البرنامج، أبشر بالخير. مرة اتصلت وما مسك الخط، فعموم نصيبي كان احنا شرف لينا ستكول ثلاث اسابيع. ومرة كان على الفيسبوك عندكم يمكن بس او ما في مكالمات يمكن؟ لا كان بس على الفيسبوك. اهلا بيك. هي فعلا يا هلا فيك والله. والله صورة يوسف ود تتكلم عنها صراحة، صورة فعلا اللي في قلبه حزن ولا يحس باكتئاب او حزن يقراها او يسمعها بالفعل يحس بالفرق، فعلا يحس بالفرق، خاصة صورة يوسف. أنا كنت من أسبوع كده يعني، طبعا أنا كنت بحاول نكمل الحمد لله أكملنا رسالة الدكتوراه، فكنت داخل على اللجنة بتاعت الامتحان وأنا الآن اليوم دوت، والله شغلت قريت سورة يوسف ونمت، فيعني فعلا رأيت في المنام ثلاثة، توفيق نفيسة آية، ثلاث أسماء دول ليهم دلالات في المنام، فكان التوفيق والعلم النفيس وآية من آيات الله إن اللجنة وافقت على الدكتوراه. اللهم ربنا كلامك صح، سورة يوسف دي عظيمة. الله يبارك فيك. اسلمي لي أست كل. الله يبشرك بالخير دائما وأبدا إن شاء الله يا رب. جميع الموجودين إن شاء الله في البرنامج يا رب. الناس بتستفيد منك يا أمل. الحمد لله. الله يعطيك العافية يا رب. زين أنا عندي رؤيتين، وأنت عارف رؤيتي كلها أقول فيها المهم يعني. رؤية واحدة ومختصرة، وهنحاول نسمع الثانية لو قلتيها سريع. تفضلي. مختصرة يعني. كلها مختصرة، أنت عارفني. تفضل. انزين. في رؤية اللي أنا شفتها إني أنا متعودة قبل أنام أصلي عن النبي يمكن أكثر من ألف مرة. صلى الله عليه أروح وسلم. يعني. الله الله. سبحان الله، وأنا نايمة لقيت حد يعني في المنام يمكن قبل صلاة الفجر بشوي. يقول لي أنت لين هني كفيتي ووفيتي، ادعي أي دعاء وتمني أي أمنية. هذا في المنام من الشخص اللي قال لي هذا. انا ما اعرف، انا كنت قاعده اصلي على النبي في المنام وانا في الرؤيه يعني اصلي على النبي اصلي على النبي، واحد قال لي بعد الصلاه عليه، بعد الصلاه عليه مش هيستجاب الدعاء؟ صلى الله على محمد. تفضل. عليه الصلاه والسلام. وانا اصلي عليه ونمت، وفي المنام في الرؤيه انا قاعده اصلي على النبي وياني شخص قال لي وقفي انت لين هني كفيتي ووفيتي، ادعي وتمني اي دعاء وبعدين كملي. شو قال لي؟ والله العظيم أقسمها في هذا البرنامج، من أكثر من الصلاة والسلام على النبي فرج كربه واستجيب دعاؤه.
ده كلام ما فيش فيه اختصال. فعلا الصلاة عليه فرج وكسرة الصلاة عليه نجاة. بس الناس في غفلة، الناس فاكرة كلمتين بيتقالوا ده انت بتصلي على سيد العالمين، فلازم يعني فعلا يوم يقولوا لا تقولوا ألف صلاة بل صلوا عليه ألف مرة، لا تقولوا اللهم صل عليه ألف صلاة، لا انت صلي عليه ألف مرة وشوف صلى الله عليه. اللهم عطر ألسنتنا وقلوبنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الرؤية الثانية بشكل سريع اني شفت في المنام كأن عيد، كان العيد عيد زين، ورحت ايه اطلب من شخص اقول له ابا اخذ من عند يبيع عود معطر. يا دكتور اذا تعرف العود، العود المعطر طبعا زين. هذا العود انا قلت له ابا غرشتين زين، قلت له ابا عود معطر زجاجتين يعني مليانين عود معطر. قال لي زين. رحت اختي طلبت مني قالت لي انا بعد ابا اثنين. جت امي المتوفيه قالت لي اطلبي لي يا بنتي بعد انا اثنين، يعني على حسابي على حساب امي يعني الله يرحمها. قالت لي اطلبي لي انا كمان اثنين يا بنتي من العود المعطر. واضح. بس ويت انا جبت حليب زين، قعدت اصب الحليب في كاس او شيء، جت امي في جدر كبير جدر وماسكه معلقه خشبيه وتقول لي صبي يا بنتي الحليب هني. صبيت شويه قالت لي صبي صبي يا بنتي صبي صبي. صبيت لها تقريبا كيلو ونص حليب وهي قاعده تقلب 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 في الحليب بس قمت منه. الله الله. انت عندك ابناء اولاد يا اخت امل؟ لا مش متزوجة. انت غير متزوجة لسه؟ ايوه. شكلهم كده يعني بصراحة تفسيرهم جميل. واختي غير متزوجة اللي طلبت العود؟ ايوه اختي متزوجة. تمام. انا اللي طلبت الاول بعدين اختي عايشة هي متزوجة طلبت غرشتين وامي طلبت. عندها اولاد؟ ثبت الحليب. عندها اولاد اختك؟ ايوه عندها ثلاث بنات. فيهم حد بيحفظ القرآن؟ الصغار تقريبا انا قاعد احفظهم شويه معي التوأم. في اثنين بالضبط، في اثنين بالضبط. هقول لك تفسيرها وخليك معانا لا تغادري الحلقه ان شاء الله. شكرك يا امل، اهلا بيك. شكرا. بالضبط. الاخت فاطمه من العين، السلام عليكم. اخت فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتور. اهلا بيك يا اخت فاطمه، يا مرحبا استكل. دكتور انا اربع اسابيع اثريه. معلش سامحيني والله زحام خط شويه. معلش الله يعطيك العافيه دكتور. الله يسلمك. الله يسلمك. انا بس عندي حلمين وصغار يعني. طيب تفضل تفضل يا دكتور. طال عمرك انا داوم في مكان. تمام. فحلمت اني انا داوم من وقت يعني كل يوم على الساعه 6 اروح الدوام. كويس. فانا ماشيه رايحه الدوام في نفس المبنى فشفت نفس البوثات حق قاده الامارات شيوخ، بس ما كأنه صور يعني كانوا قاعدين يتحركون، اللي قاعد يشرب اللي قاعد ياكل اللي قاعد يقرا. واضح. كانت مناظر جدا جميله. جميل. واضح واضح. زين. فانا قاعده اقول ليش هم جايين من وقت يعني ليش جايين الساعه 6 الصبح. نعم. وكان المكان جدا حلو يعني الجو حلو. جميل. واضح واضح. زين. الرؤيه الثانيه دكتور. نعم. انا شفت احد القاده. نعم. كنت قاعدة أقول عن شغلتين في حياتي يعني إن في شغلتين أنا وايد شاندها حاجة يعني. حاجة بتتمنيها. واضح جدا واضح. فهو كان يضحك يوم أنا قلت له تريد دكتور الشيخ ضحك. واضح واضح. فبعدين كان هو لابس نعال وأنت بكرامة. نعم واضح. وأنا قاعدة أقول له طال عمرك أنا بجيب لك نعال جديدة، فقاعدة أتذكر زوجي وين حط نعاله، في نعال جديدة أنا كنت بايبها حق الشيخ. واضحة الرؤية، واضحة جدا يا فاطمة، واضحة جدا يعني يا رب. لأنه معروف دائما نقول رؤية الأمراء الشيوخ في المنام أو الحاكم أو الزعيم تدل على أن صاحب الرؤية يحقق له أمل هو بيتمناه. يا رب. يقول الله تبارك وتعالى في حق لقاء يوسف مع ملك مصر بيقول إيه ربنا؟ فلما كلمه، لما يوسف كلم الملك قال إنك اليوم لدينا، يعني يا يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. فانت باذن الله يا فاطمه وانت الوحيده اللي فسرت لك سريعا قبل باقي الناس سترزق التمكين في امر والامن والامان. ان شاء الله تعالى. امرين ان شاء الله كل ما تتمنيه لان الرؤيه تبشرك بتحقق. دكتور زين اخر شيء اخر شغله بعد اذنك. زوجي حلم ان العلم يرفرف. حلم ان علم الدوله يرفرف. جميل. زين وبعدين شافه انه طاح قدامه بس كان مرتب مرتب وجميل يعني مو ضمن مكتوب. حاضر أو افسرها لك. حاضر يا خليها بقى بعد باقي الاتصالات. شكرا. حاضر فاطمه تحت امرك. اخت نسرين ابو ظبي السلام عليكم. اخت نسرين من العاصمه، مرحبا نسرين. السلام عليكم. اهلا بيك اخت نسرين. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا استاذ دكتور. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
رجعنا لك الأسبوعين الماضيين. الله يسلمك وإحنا أكتر، بارك الله فيك يا أخت نسرين. يا دكتور أنا عندي حلمين بس هحاول أختصرهم. برضو طيب ماشي تفضل. معلش يعني. لا ولا يهمك ولا يهمك تفضلي نسرين. أول حلم كان لأختي، حلمت إنه لبست كندرتين، كندرة عفواً. لونها أزرق بس كل واحد شكل، يعني أقصد الجهة اللي كل واحد لون، يعني في لون واحدة أزرق غامق والثانية أزرق فاتح. واحد عليه نقش والثاني سادة. واحد عليه إيش؟ نقش نقش. نقش. فردة كده وفردة كده. الله يعزك. لون واحدة فاتح والثانية لون أزرق غامق. هي اتخطبت أختك يا نسرين؟ لا غير متزوجة. بس حصل خطوبة ما تمتش؟ لا لسه. طيب ماشي كمل. الحلم الثاني أنا اليوم حلمت بعد صلاة الفجر. أنا شفت أبوي إجانا على البيت. الوالد عايش؟ لا متوفي رحمة الله عليه. أيوة الله يرحمه. وحكى أني أنا زهقت زهقان وبدي بدكم تفتحوني. بده إيش؟ يعني تفتحني تفتيح نشم الهواء. بده يشم الهواء. تمام. فحكى لاختي بدي اركب معك بالسياره عشان معي عكازات وسيارتي كسوسه. حكيت له ما بدي اطلع اطلع سيارتي، ما بدي احركها. وكانت هي مزعوجه. فحكت بنركب مع سياره اخي الكبير. وركبنا كلنا بسياره اخي الكبير وسعت السياره وكانت امي معنا واخي الكبير وابي وانا. كويس. حتى بدي ودينا على مول عشان نتغدى كلنا. فما لما طلعنا فوق عند المطاعم جاء حكى لي بدي ادوقك من هذا المطعم اكلت فيه شاورما، بدي ادوقك الشاورما اللي اكلتها انا. طيب ماشي. رحت واكلت منها طيبه. طيب. وبعدين رحنا نحن نتغدى حتى تركنا هو. بعدها بشوي اللي بتحكي لي روحي شوفي ابوك وينه. رحت أشوفه وأنا رايحة شفت أخي الثاني جالس مع واحدة بحكي لي هاي مرتي، كانت الواحدة ممثلة إماراتية. طيب فرحت له حكيت له مبروك. بعدين رحت أشوف أبي حصلته جالس مع واحدة ممثلة كمان برضو. أيوة. طيب وحكيت له حكى لي هاي مرتي، قلت له اتجوزت، قال لي قلت له مبروك هذه الممثلة بحبها. طيب ماشي. ورجعت حكيت لأني بس حكيت لها أخي حصلت متجوز واحدة ممثلة وأبي متجوز عليك واحدة ممثلة، قالت لي خلي أبوك هيك مبسوط. هيك ماما يعني قالت لي خليه مبسوط. ماشي. أوكي دخلت كده في تمثيلية هندي يا نسرين. يلا بارك الله فيك. بس القصد بس هذا هو اللي فعلا أنا هيك حلمت، أنا أول مرة أحلم بأبي المتوفي من 14 سنة. هي واضحة نسرين بس هي يعني هقول لك شو المعنى اللي فيها. حاضر انتهت على كده؟ أيوة. طيب حاضر نسرين خليك معايا أخذ باقي الاتصالات وأرد على الأحلام بتاعتك. شكرا نسرين من أبو ظبي. مرحب نسرين. أخت حنين من فرنسا ما شاء الله. حنين السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أشرف. عليكم السلام وأنت بصحة وسلامة وكل إماراتنا الحبيبة بخير وسلامة. كل عام وأنت بخير. الله يوفقك أستاذ أشرف. تسلمي لي يا أخت حنين بارك الله فيك. تفضلي استكل تفضلي. أستاذ أشرف عندي حلمين. تفضلي برضو سريعا لأن الخط يعني سريعا. طيب تفضل. معلش يا أستاذ سليمان تحملنا. الحلم الأول حلمت أنه حد اتصل فيه مش فاكرة إذا كان راجل أو ست. بيقول لي النبي بيقول لأختك عليه الصلاة والسلام. أنت مصرية ولا إيه يا نسرية يا حنين؟ لا أنا جزائرية. بس بتكلميني مصري عشان أفهمك يعني. طيب ماشي جزاك الله خير تفضلي. صلى الله عليه وسلم قال له ايه في المنام؟ قال لي النبي بيقول لأختك وجاءت سكرة الموت للجميع. طيب أختك ملتزمة؟ الحمد لله. طيب والمنام الثاني كان في حد متقدم لي فدعيت دعاء الاستخارة. فشفتي في المنام راجل لابس أبيض كويس لبسني ثلاث خواتم وهو بيلبسني ثلاث خواتم كل خاتم فيه فص. جميل كويس. وهو بيلبسني الخواتم انا كنت لابسه خاتم فضه. الله. فبيقول لي الخاتم الخامس الكبير بعدين.
الخامس بعدين. انت من الناس اللي بيتمنوا لما تتجوز هتحفظي عيالك القرآن؟ بتتمنيها يا رب. الرؤية التانية دي هتخليك عينيك تدمع وتبكي بالتفسير بتاعها. انا عارف انا بقول ايه. ان شاء الله افسرها لك دلوقتي. ايه وهتسيب الشاشة. يلا شكرا يا حنين من فرنسا. شكرا استكل. معنا أنا من أنا اسمها آمنة. أوكي آمنة من أبو ظبي. سلام عليكم أخت آمنة. أهلا بيكي. أهلين. هلا مرحب استكل. تفضلي. أنا خير. حلمت إن رايحة العمرة. نعم. مع ولد عمي وحرمته. زين كويس. ومتجهزين يعني خلاص يعني متهيئين للمطار والطيارة. وكأني أنا يعني قاعدة أقولهم يلا بسرعة بس البلد أخر. فكنت أنا يعني متحمسة يعني أكثر واحدة. كويس. بعدين آخر شيء والله ما رحنا إحنا بالضبط العمرة بس أنا شفت إنه ولد عمي راح يغير يلبس ملابس الأحرام. سبحان. غير متزوج ابن عمك؟ لا لا متزوج وعنده عيال. متزوج بنت عمي هي هذا اللي في الحلم. واو. ولبس ملابس الاحرام. ايوه. هو حج سنه دي او راح عمره او حاجه؟ لا ما اعرف ما سمعت صراحه. ما سمعتي. ما رزق بالاولاد؟ عنده 4 بنات. طيب هقول لك المنام دوت باين جدا لانه بيتمنى خلفه الولد. والله اعلى واعلم ابن عمك ده. طيب خليكي معايا. عندي رؤيه ثانيه. طب بعد الفاصل يا امنه لان دلوقتي ضاغطين علينا في البريك. عندنا فاصل وانتظرك ان شاء الله بعد الفاصل وجاوب على الحلم بتاعك كمان. شكرا يا امنه من ابو ظبي. شكرا جزيلا. حبه الكرام هنجاوب على كل الاسئله اللي جات لنا وعلى الاستفسارات وننتظر باقي الاستفسارات على الفيسبوك صفحه رسميه وعلى الاتصال اللي بيظهر على الشاشه. نذهب الان الى فاصل ثم نواصل فانتظرونا. جديد جمهورنا الغاري جمهور قناة الفجيرة مع برنامج أبشر بالخير. نجاوب على الأسئلة بس وبعدين ناخد الاتصالات والفيسبوك عشان ما زالوش مننا. أم سيف بتقول إن أختها حلمت إن هي في بنك وكأن تقدم لها مبلغ وقالوا لها دي أمانة وصندوق من واحدة كان فيه غشوة وعباية. تمام. النقود في المنام سواء كانت ورقية أو فضية أو معدنية يعني أو حتى الشيكات كلها تؤول على أنها رزق يأتي لصاحب الرؤية بإذن الله تعالى. وليذهب أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. رزق والفضة في نفس الآية. صندوق هو الأخبار المخبأة للإنسان. غشوة وعباية للعسباء تؤول بالخاطب أو الزوج. تمام. في الاخت امنة عايزه تقول المنام الثاني. طيب حاضر يا استاذ سليمان عشان خاطرك بس. حاضر. تفضلي يا امنة اسمعك الرؤية الثانية بتاعتك. تفضلي. ايوه تفضلي. انا حلمت اني انا يعني ولدت توأم بنات. ايوه اوكي في الشهر الخامس. ماشي. انا حاليا متزوجة وحامل في الشهر الرابع. اوكي. ماشي. انا حلمت اني ولدت توأم البنات في الشهر الخامس ويعني انا مستغربة يعني كيف هذول البنات ما شاء الله يعني مكملين الخلق كأنهم مكملين 9 شهور. ملهاش علاقة يا أمنة بالحمل بتاعك. البنات الولادة في الرؤية فرج وإذا جاءت بنات وتوأم فده معناه رزق وخير مضاعف ويجي في الشهر الخامس قبل معاده أي أنه عاجل رزق مضاعف وعاجل. وأنا مستغربة لا فيهم التوأم البنات واحدة كبيرة واحدة صغيرة. ماشي. يبقى حاجة جاية لك إن شاء الله فيها خير كتير ثم يتبعها تأتي بعد كده الأقدار بخير أيضا ولكنها أقل من الأول. لكن هي بشرة جميلة في الرؤية. البنات معروفة بنت مستحبة في المنام. وديني فسرتها لك قبل باقي الجمهور وارجع لك لحلم العمرة في الآخر إن شاء الله. شكرا أمنة من أبو ظبي. هلا بيك استكل. الله يسلمك. أم سيف كانت خلاص المنام ده معناه الأمانة بقى يا أم سيف اللي شافتها أختك في المنام. كأن الرسالة بتقول لها حياتك أمانة، علمك أمانة، بصرك أمانة،
كل حاجة ربنا أودعها فيك أمانة، فحافظي على الأمانة دي كما أراد الله عز وجل. دي رسالة في الرؤية. إذا كانت أختك عزباء فالغشوة والعباية قلت أنها خاطب أو زوج، لأن من المفترض الزوج ستر على زوجته، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أمل من أبو ظبي بتقول أنه أول حاجة رأت أنها بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كانت بتصلي قبل المنام على النبي، بتقول متعودة ألف مرة. سمعيني يا جماعة، اللي ما بيصليش مرة على النبي في اليوم بتصلي الأخت ألف مرة قبل ما تنام. دي الناس اللي بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللي يحبك يذكرك مش ينساك. فلذلك صلاتها خلتها تشوف حد بيقول لها خلاص كفيتي ووفيتي، يعني معناها يا أمل بتقول لك رسالة في المنام، أنت وصلت المرحلة ادعي وتمني. لأن فعلا من أسباب إجابة الدعاء أن تقدم الصلاة على النبي والثناء على الله. اوعى تدعي كده تخش على طول في الدعوة. هو أنت لما بتيجي تطلب من حد حاجة، ده الواحد اللي بيطلب من أبوه رحمة الله عليه، ولا بيجي يطلب من حد مهم حاجة، دايما يقدم إيه؟ طال عمرك، بارك الله فيك، أنت ما شاء الله عليك، إحنا ما نستغنى عنك يا الوالد، تدي مقدمات وبعدين بتقول طلبك. ما بالك لما تتعامل مع ملك الملوك، لازم تقدم الثناء ثم الصلاة على النبي محمد وندعي. فان شاء الله يا امل دي دعوه مستجابه باذن الله الرؤيه دي. اتنين، عيد، شافت عيد في المنام وعود معطر، اتنين ليها، اتنين لاختها ووالدتها طلبت اتنين. العود المعطر هو سمعه طيبه وسيره حسنه تذكري بها، بتذكري بها في مكانين او عند عيلتين، حد هيتقدم او اتنين الله اعلم. أختك بقى هيطلع اتنين من ولادها طالما هي متزوجة من حافظة القرآن، لأن اللي حافظ القرآن كأنه يفوح عطرا ومسكا بين الخلق، لأنه بيحمل كلام الله في قلبه. الأم اللي طلبت عطر إن شاء الله تعالى يكون هذا المنام يبشر بأن الوالدة تكون بإذن الله في أحسن حال، صدقت الرؤية والعلم كله عند الله. لأن من فوائد الرؤى أنها تطمئن الأحياء على حال أمواتهم، سبحان الله. الحليب هو الفطرة والعلم والنقاء والصفاء، ويقال أنه الدين. فما شاء الله صبيت الحليب لوالدتك وهي بتقلب فيه، يبدو التربية اللي ربتها لكو والدين اللي علمته لكو هو ده الحليب يا أمل. الله يبارك لك ويبارك في إخواتك يا رب. طبعا دمعتك نزلت أكيد من المنام ده. فاطمة من العين، أخت فاطمة بتقول فسرته لك يا فاطمة، رؤية أصحاب المكانة في المنام معناها التمكين وتحقق أمل بإذن الله. نسرين من أبو ظبي، أختها غير متزوجة، رأت كأنها لبسة كندورة زرقاء، جزء أزرق فاتح وجزء أزرق سادة ونقش والتاني سادة. الكندورة الله يعزك في المنام تؤول للعزباء أنها خاطب أو زوج، لكن تحذر من الشخص اللي هيجي انه لو ما عندوش الدين بلاش منه، لان كندورة البيضاء اشارة للخلق والصفاء ونقاء المعاملة والدين. اما الزرقاء فيعني في قولان، يعني ما خدش واحد بس عجبني طوله وعرضه ما شاء الله وشعره الحلو المسبسب ومعاه قرشين حلوين وهو ما بيركعهاش. نيجي نسأل الواحدة من دول، طب انت بعد 5 سنين سألتي بيصلي ولا لا؟ ما عرفش. طب اتجوزتيه على اساس ايه؟ لابد في الزواج ان يكون صاحب خلق ودين. النبي قال كده، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، صلى الله عليه وسلم. طيب الرؤيه الثانيه بتقول ابوها المتوفي وجال بيت. لا، الرؤيه الثانيه دي مش رؤيه يا نسرين، لان فيها بيقول لك انا زهقان وعايز اشم هوا واتحركت السياره. اختك خليها تكسر من الدعاء لابوها. والوالد لما المتوفى يقول أنا زهقان معناه محتاج دعوة وصدقة، دي ما فيش فيها كلام. باقي الحلم كله أضغاص لا معنى لها، يعني ملاش معنى خالص، ده اتجوز ممثلة مش عارف ده اتجوز ممثلة، ما فيهاش تفسير. بس حنين من فرنسا، ركزي معايا يا حنين بقى. الحلم الأول حد اتصل على أو بيقول لها النبي بيقول لأختك جاءت سكرة الموت للجميع. الرؤية دي تذكير وتنبيه، لأن كلمة الموت أو القيامة أو علامات القيامة في المنام أو القبر إلى آخره كلها تدل في الرؤية تنبيه لصاحب الرؤية وأهله وأسرته، ارجعوا لربنا. إذا كنتوا في تقصير وفي ذنوب توبوا، إذا كنتوا قصرتوا في طاعة ارجعوا تاني وداوموا، لأنه
الموت يأتي في أي وقت بلا مقدمات ولا إذن. والله العظيم ما بيبعت مسج ولا بيبعت SMS ولا على تويتر ولا فيسبوك. بيجي الموت للإنسان يعني، فاعمل حساب اللحظة دي اللي عمال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالرؤية دي تنبيه لأختك وللأسرة، نستعد كده إن احنا نعمل الخير ولا نقصر ونتوب إلى الله. اوعى تنام وانت مش تايب. الشاب اللي بيسمعني والبنت اللي بتسمعني، مهما كان ذنبك نام وانت على توبة. والله يا ما شباب ناموا مصحيش، راح لعالم الآخرة خلاص، وملهاش رجعة يا جماعة. أنا بقول الكلام ده لأني أحب بناتي وأبنائي اللي قدامي اللي بيسمعوني. إياك أن تنام على معصية وتفتش ستر الله عليك. الرؤية الثانية حنين بقى، دعاء لأحد أنت صليتي ودعيتي دعاء الاستخارة لحد متقدم، فكأنه أعطاكي ثلاث خواتم كل خاتم فيه فص يا دعاء، وبعدين بعد كده بقوا خمسة، واحد منهم فضة. إن صدقت رؤياك ترزقي بالزوج الصالح والله أعلى وأعلم، وترزقي منه بأبناء يحفظون القرآن. دي الخواتم اللي فيها فصوص، الخاتم اللي فيه فص يعني ابن مميز، ولد أو بنت مميز. فاحرصي إن كتب لك الرزق الزواج إن أبنائك يكونوا من حفظة كتاب الله، يعني يوضع عليك التاج على رأسك يوم القيامة كأم إذا أولادك حفظوا القرآن. أمنة من أبو ظبي بتقول حلمت إن رايح العمرة، إن شاء الله يا أمنة اذهب للعمرة إتمام أمر. فبتقولي حاسة كأن إحنا ما رحناش، ابن عمي في الله متحمسة. نسيت أقولك تحمسك يدل على إنك إنسانة سريعة الطاعة، سريعة الاستجابة إلى الله تبارك وتعالى، ما شاء الله عليك. أما ابن عمك لابس ملابس الإحرام، ابن عمك ربما في الفترة القادمة سيزداد التزامه ويبتعد عن الذنوب، لما لابس الإحرام تطهر من الذنب، وربما يكون معناها أيضا أن يرزق بالولد الصالح. نعم، إذ نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سيدنا زكريا عليه السلام كان قائما يصلي فبشر بيحيى. فاللي يبقى واقف في صلاة أو يتشاف في المنام ملابس إحرام أو يتشاف أنه بيقرأ قرآن، وربما يرزق بالولد الصالح بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أخيرا حلمت أن هي ولدت توم، أنا فسرتها لك يا أمنة، قلت لك إن شاء الله خير مضاعف والله أعلى وأعلم. الولادة فرج في المنام، والبنات في المنام رزق. معنا أختنا مريم من الشارقة. السلام عليكم أخت مريم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا بيك وبأهل الشارقة، يا مرحب يا مرحب. أهلا، تفضل. عندي أنا حلمين وبعد سؤال. سريعا يا مريم بس عشان الناس أوقف. عندي الحلم الأول حلمته أني أنا كان في حذائين عندي. زين، والحذاء الأول لبسته هو كعب. بس ما ارتحت منه أبدا أبدا وخلاص فسخته. أنت غير متزوجة يا أخت مريم؟ لا غير متزوجة. تقدم حد ورفضتيه صح؟ لا. طيب ربما يعني لبست الحذاء الثاني كان سطاحي، فهو اللي ارتحت فيه ومشيت عادي. هيجي لك اتنين والله اعلى واعلم من صدقة رؤياكي، واحد مش هترتاحي لشخصيته وطباعه، والتاني هو ده اللي هيكون رغم انه هيكون بسيط ماديا لكن هترتاحي له، لانه واضح انه هيكون انسان كويس من وجهة نظرك طبعا، او عنده دين يعني. نعم يلا. وبعد هذا يعني تبديل غرفة النوم، اني انا احلم بعد اني انا ببدل غرفة النوم، وفي عندي غرفة نوم يعني فخمة وبسيطة، فالبسيطة نرتاح فيها اكثر عن الفخمة. نفس الرؤية تطابق المعنى الاول، غرفة النوم للعزباء يقصد بها الزواج. قال تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. الغرف يعني اللي هي بيوتنا في الجنة مع الحور العين، ربنا يجعلك منهم. فغرفة بسيطة، هو زوجة أيضا صاحب خلق ودين، لكن هتستريح معاه ماديا على قد حاله شوية، بس هتستريح معاه. فهمتي استفسارك؟ سريعا يا مالي. زين، بس يعني شو معناته الواحد لما يتكرر عند المنام؟ تكرار المنام دليل على تأكيد المعنى. ماشي يا مريم، لأنها الأحلام تكررت عندي تأكيد المعنى. بس عندي سؤال واحد بس، حلمت الوالد بعد يرجع وايد. الوالد عايش؟ هي موجود، هي عايش. الوالد يحتاج أن يرقي نفسه بالرقية الشرعية إن شاء الله، لأنه هتكون لها فايدة كبيرة حتى يذهب عنه أي حسد وعين بإذن الله. خلاص، شكرا. شكرا يا مريم، مرحب بيكي. اللي بعده أختنا علا من أبو ظبي. نأسف للإطالة يا علا.
السلام عليكم. وعليكم السلام، سامحينا طولنا عليك يا علا. ولا يهمك، جزاك الله كل خير على هالبرنامج. الله يحفظك يا علا، تسلمين. تفضلي يا علا. عندي حلمان اسال لو سمحت. تفضلي يا علا. شفت انه الرز عليه مي وفي عليه سوس كان طافي عليه، شو هو؟ ما سمعت. الارز. الايش؟ الارز. الارز الارز يعني بالضبط. عليه مي، عليه ميه وكان في عليه سوس على سطحه، فانا حكيت بالدوات عشان انظفه. نظفت الرز من السوس. انت بتشتغلي يا اخت علا؟ هي الرؤيه جميله بصراحه، ازاله السوس من على الارز، يعني طهرت المال من الشيء الحرام ومن الشوائب، لان الرز يشير الى المال. طب حاولي تعادي الاتصال يا علا عشان نسمع باقي الرؤيه بتاعتك. ما شاء الله العاصمه النهارده يا استاذ سليمان واخده حقها معاك حبيبي. معانا اختنا منى من ابو ظبي، السلام عليكم. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير. هلا بيك يا اخت منى، يا مرحب. دكتور، عندي واحد رؤيه من الوالده وواحد سؤال. تفضل. الوالده شافت امها الله يرحمها متوفيه. هي شافت، هي قالتها روحي خذي 100 درهم من واحد عجوزه وخذي 2 حفنه من العنب واعطي واحد لحليمه وخذي واحد ليكي. لا، تاني من الاول الرؤيه، الوالده عايشه ولا متوفيه؟ أمي عايشة لكن أمها متوفية. كويس. الوالدة اللي شافت المنام؟ أيوة. أمي هي هنا معايا، لكن هي شافت أمها اللي هي متوفية. أيوة. أوكي. أيوة. وهي قالت لها روحي خذي 100 درهم من واحد عجوزة. كويس. وخذي 2 حفنة من العنب وإدي واحد لحليمة وواحد ليكي. مين حليمة بقى؟ حليمة صاحبة الوالدة. عايشة هي؟ أيوة عايشة. طيب ماشي. وبعدين حليمة راحت الحدود عشان هي كانت بدها تسفر الوطن تاني، الشرطة قالتها ممنوع تأخذ العنب معاكي. طيب الوالدة راحت الشرطة وقالت خذوا عنبي أنا وخلي حليمة تروح. طيب وبعدين الشرطة قالت أوكي خلينا نمشي، مشوا مع بعض. وبعدين الشرطة قالت في وحش كبير وهربوا كلهم. طيب والدة بعدين بعد الهرب الوالدة شافت قطيع من الغزل وشالت واحد غزل كبير. غزال قصدك؟ اي غزال. طيب واحد غزال كبير. وهي قالت وشافت الثاني غزال صغير وقالت خليني اخذ الصغير وخليت الكبير. وبعدين قالت لا ما بدي الصغير، راحت خطت الكبير وبدها تروح مع الطيارة وقالوا لها ممنوع تاخذ الغزال مع الطيارة. ايش جاب الطياره الغزال؟ طيب ماشي ماشي ماشي. بعدين خلص النوم. انت من وين يا اخت؟ احنا من هولندا، العربي مكسر عندنا. عشان كده العربي بس. كويس الحمد لله تكلمي يعني عربي كويس، يعني فهمت عليك. بس في سؤال هنا بارك الله فيك. اوكي. هي الاخت اللي هي صديقه امك دي اسمها حليمه، هي ظروفها تعبانه ماديا وبتحتاج منكم مساعدات بعض الاحيان؟ لا الحمد لله ظروفها كويسه يعني. ايوه. طيب ماشي جميل. لكن الوالده بتديها نصايح، بتعلمها علم، يعني ما في لا ما عندهم ما عندهم شراكه كبير مع بعض. لا ما مش قريبين من بعض. ايوه. طيب هقول لك شو المعنى دلوقتي. حاضر. والبس السؤال شو معنى لو واحد ياكل المندرين؟ الله، انت اللي شفتي كده؟ ايوه. بتقري قران كتير انت يا منى صح؟ أيوة. أقول لك عرفت إزاي؟ لأن المندرين باين في المنام، هما نوع من أنواع البرتقال طبعًا، ومنوع عليه اليوسفي أو اليوستفندي أعتقد، بس بيسموه في دول الشام وفلسطين المندرين. ربنا يوعدنا به في الجنة. وهفسر لك دلوقتي يا منى، أوعي تسيب الشاشة إن شاء الله. شكرًا دكتور. شكرًا يا منى، شكرًا. أختنا علا رجعت يا، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. تفضلي. مرحبا يا علا، تفضلي. معلش خط قطع معك. الله يهمك دكتور. انا شفت ان الرز كان عليه مي، تمام، ونظفت الرز من السوس. ماشي. لا، كان الرز طافي عليه السوس، فانا حكيت هذا بده وقت عشان انظفه. هذا الحلم الاول. شلتي السوس ولا لا؟ لا كنت حاغسله بس هيك انتهى الحلم. انت بتشتغلي؟ بس مش عاجبك الشغل بتاعك؟ بالظبط. حاسه في حاجه شبهه اجيب لك من الاخر كده، مش مستريح على الوضع. شيل السوس الله يخليكي. وصلت التفسير ولا هقولها لك دلوقتي بالتفصيل؟
حاضر. طيب هذا الحلم الأول. الحلم الثاني لو سمحت. ماشي تفضل. شفت الوالد متوفي وكان جالس مع أهله، اثنين من أهله. الوالد أصلاً متوفي؟ بالضبط. وكان جالس مع اثنين من أهله. فبس شفته أنا رحت أقبل إيده وقبلت إيده اليمين. بس قبلتها كان أصبع الصغير بعيد عن الأصابع الثانية. ماله؟ الأصبع أصغر واحد من أصابعه كان بعيد عن الأصابع الثانية. الله أكبر. في حد من إخواتك بعيد عنكو أو يعني ما بيتصلش ما بيسألش سواء كان ولد أو بنت؟ في أصغر واحد؟ كيف؟ الأصغر؟ الأصغر بس هو معانا يعني. بس معانا ومش معانا. وصلت. طبعا تستغربوا يا جماعة أنا بعرف إزاي الرموز المنام بتبين. بعدين في تكملة له. كمل استكول كمل تفضل. كنت بدي أحكي له عن إنه في عندي مشاكل أنا. فبحكي لي ما وجهك يعني متغير لونه. فبديت بدي أتكلم حكيت له خلاص إنه طلعت إنه أهلك موجودين بعدين. مين اللي بيسألك؟ الوالد كان بحكي لي ما وجهك هيك لونه. أنا كنت جاي أشتكي له أحكي له عندي مشاكل وشي. ما هو مستغرب من الوجه. الوجه هو أنت متزوجة صح؟ لا. مش متزوجة لسه. يعني الوالدة عايشة؟ ايوه الحمد لله. في حد كان في حياتك وانقلب معاكي في التعامل اتغير، فهو بيقول لك وجهك ليه متغير؟ مش انت اللي متغيرة، ده حد حواليك اتغير في اسلوبه وطريقته في التعامل، صح كلامي؟ مظبوط. والوالد زعلان عليك لانه كان يحبك قبل وفاته، عشان كده حتى روحه مهتمة بيك حتى بعد سبحان الله انتقاله سبحان الله العالم الآخر. فهفسر لك دلوقتي يا علا، خليك معنا على الخط. أختنا أسماء من المغرب، السلام عليكم. أخت أسماء السلام عليكم. نعم. مرحب عليكم بيك. السلام ورحمة الله. يا مرحب يا أخت أسماء من المغرب. كيف أستاذ أشرف؟ يا مرحب استكل الحمد لله. تمنين من المغرب يا أسماء؟ نعم بارك الله فيك. بارك من الله. أين أنت من المغرب؟ أنا من الرباط. أحسن ناس استكل. من العاصمة. من العاصمة. بارك الله فيك. وفيك جزاك بارك. الله بالخير. شكرا يا أسماء. تفضلي استكل. بارك الله. ممكن عندي حلمين؟ كله كده اتنين. تفضلي. هنعمل إيه؟ هنعمل بس سريعا عشان في على الخط ناس يا أسماء. حاضر. الحلم الأول رأى أخي وكأنه في بيت واسع وفاتيح. جدرانه من زجاج يعني مكشوف كله. ومعه ضيوف مدعوون لحفل زفافي والكل لابس هندام أنيق وينتظرون مجيئي للعروس يعني أنا. الله. فرأى أخي أني جئت ركبة سيارة سوداء جديدة وفخمة تقودها امرأة ومعي زوجي جالسين في الخلف وكأن السيارة غير منضبطة في قيادتها فعادت شيئا ما للخلف وتوقفت حتى أنزل. نزلت في فستان العرس الأبيض ولابس حجابي أبيض وفوقه تاج وأخي يخبر الجميع أني قد وصلت حتى يستعدوا لاستقبالي. هذا الحلم الأول. في حد تقدم لك الأيام دي؟ ما في يعني صراحة. ما في. طيب هو طبعا يعني واضح الرؤية جدا جدا، تقود سيارة، ده واحد يتقدم يا أسماء، بس والدته اللي متحكمة فيه واخد كل قراراته. بس هفهمها لك بالتفصيل. عندك سؤال تاني؟ في حلم تاني. قولي تفضل. رأيت وكأني في الطائرة وكأنها مقتربة من البحر استعدادا للهبوط ومعي صديقتي هداية. طيب جميل. وهي إفريقية الأصل. أرى من خلال الطائرة البحر في منظره الهادئ والجميل جدا، ما رأيت بحرا أجمل منه. الله. في المشهد الموالي من الحلم رأيت وكأني وصديقتي هداية نمشي في تلك البلاد التي فيها أناس بيض وسود، يعني مش بلاد إفريقية 100%، فيها سكان مختلطين بين سود وبيض. فقصدنا المسجد ورأيت الساعة الحائطية للمسجد تشير إلى 4:30 بعد الظهر، فقلت لصديقتي هداية أظن أنه وقت العصر، أنصلي أم ننتظر أذان العصر؟ بعدها قلت لأحدهم كيف يمكن لبلد تقع في وسط إفريقيا وهي تطل على البحر فتلك بحيرة وليس بحرا. بس كده خلصت. خلصت. حواليكوا ناس يا نسرين، أنت وصديقتك، ناس كويسين وناس وحشين، أسماء آسف، ناس ملتزمة وناس تعبانين، يعني في خليط حواليكوا بيتعبكوا.
فهمت سؤالي؟ وفي الحقيقة صديقتي هداية هي قاطنة في أمريكا وأنا في المغرب، يعني مو في بلاد واحدة. يعني التزامك واحد، أخلاقك واحدة، أنتوا الاثنين. صحيح صحيح. طيب هفسرها لك دلوقتي. حاضر يا أسماء، على عين. خليك معنا على الخط يا أسماء، أو خليك قدام الشاشة وهتتابع معنا دلوقتي. أختنا أمل من الجزائر، شكرا يا أسماء من المغرب. أمل من الجزائر، السلام عليكم. السلام يا أستاذ. الله يسلمك يا ست الكل، ما شاء الله. كأننا يا أستاذ سلمان كأنك معدني على الخريطة، بتنقلني من دولة لدولة. مش عارف بعد المغرب هتطلعني فين، على فرنسا؟ لا طلعنا فرنسا احنا من شوية. اتفضلي يا أمل. مرحب مرحب. عندي حلين صغيرين يا أستاذ برضو. طيب يعني اتفضلي. أنا آمال عزباء. نعم. أعمل. حلمت في ماي، شهر ماي الفارط، أسبوع قبل رمضان، حلمت أني كنت في مقر عملي صاعدة في الأسانسير، صاعدة إلى الطابق الخامس، علما أنني أعمل في الطابق الخامس. لكن الأسانسير صاعد بي حتى الطابق السادس. الله. وفجأة تعطل ونزل بي إلى الطابق الخامس وانقلب بي ثلاث مرات. يا الله. لما انقلب بي ثلاث مرات يعني أغمضت عيني وأذني وانكمشت. بعدها لما توقف الأسانسير عن الانقلاب، رأيت امرأتين معي في الأسانسير تدوران إلي بحقد. بعدها انفتح الأسانسير من الفوق وهناك يد أنقذتني من الفوق. خرجت في مكان كله أشجار وبحر هادئ وشمس ساطعة. هذا هو الحلم. علما يا سيدي أني كنت على وشك الخطوبة من زميلي في العمل، وبعد هذا الحلم لم تتم الخطوبة. لأن في اثنين اتدخلوا، اثنين اتدخلوا ما شاء الله، قاموا بالواجب. حسبي الله في الناس اللي بتفسد العلاقات. حسيت يا أستاذ. واضحة. من ثلاث شهور الموضوع ده؟ من شهر ماي. ماي ماي. يعني فترة طويلة. طيب هفسر لك المنام دوت يا أمل. حاضر هفسره لك يا أمل. شكرا يا أمل، هفسره لك. خليك معنا. طب خليكي بعد البريك يا أمل، لأن دلوقتي طالعين فاصل. ماشي؟ لا ضروري يعني. شكرا يا أمل. طيب بعد الحلم بتاع أمل من الجزائر، أحبتي نذهب إلى فاصل ثم نواصل، الوقت بيجري بسرعة فانتظرونا. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من جديد. الوقت الجميل بيجري معاكم بسرعه. منى من ابو ظبي، يا اخت منى، امك شافت امها المتوفيه، بتقول لها خدي 100 درهم من عجوز وبعدين حفنه عنب اديها لصديقتها اللي قلتي عليها اسمها حليمه تقريبا. الرساله دي في المنام بتقول امك من المفترض انها تتصالح مع صديقتها، لان العنب كان عند العرب رمز التصالح بين المتخاصمين. فاكرين قصة النبي لما زعل شوية مع السيدة عائشة وجاب أبو بكر يحكم بينهم؟ المهم طلع أبو بكر من هنا، فالنبي بعت الخادم يشتري عنب، فقال له سيدنا أبو بكر تتذكراني في شجاركما وتنسياني في عنبكما. فالعنب كان معروف رمز للتصالح والمحبة، فوالدتك من المنام ده لازم تتصالح مع الست دي. تمام اختنا امل. طب ناخد الحلم الثاني لامل وبعدين نكمل احلامك يا منى. اخت امل اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي. نعم استاذ، لم نكمل تفسير الحلم الاول يعني. اتفضلي ما كم افسر لك الاول. نعم، والحلم الثاني يعني له شيء 10 ايام. كنت اني ركبت في سيارتي. مين هي؟ كنت واتصلت بها. ركبت في سيارتي. مين هي؟ انا. انت اللي ركبتي؟ اوكي ماشي. نعم ركبت في سيارتي. أيوة. واتصلت بهذا الشخص الذي كان يريد خطبتي. اتصلت به وقلت له لقد حضرت لك جاتو شوكولا، حلوة من الشوكولا، تعال لتأخذها. كويس. فقال لي نعم. لما كنت أسوق اتصلت به قلت له أنا قريبة من الحي تعال. كويس. قال لي لقد نسيت
لقد نسيتك تماما، كنت مع أصدقائي نسيت أمر الشوكولا. فأنا يعني زعلت منه وقطعت الاتصال. بعدها دخلت إلى حي وإلى بناية، فلما دخلت إلى البناية أردت الخروج، رأيت باب مغلق. فجاء إلي رجل، باب من حديد مغلق، فجاء إلي رجل قال لي خذ الأسانسير، انزلي بطابق واحد وسوف ترين باب مفتوح. طيب أخذت برأيه، دخلت إلى الأسانسير، نزلت إلى نزلت إيطاج واحد يعني طابق واحد، ماشي. ورأيت باب مفتوح. لما خرجت من الباب رأيت دكان فيه قفطان، قفطان أخضر فاتح مرفع بالأحجار، ماشي. كأنه لي، ماشي. ورأيت ذلك الشاب الذي أراد خطبتي جاء بسيارته ووقف عندي، وركبت معه السيارة وقال لي أنا الآن مستعد لكي أتكلم معك، وانطلقنا في السيارة يعني في طلعنا. طيب أوكي أوكي تمام تمام. قطع الخط قطع الخط. معانا أم سعيد من رأس الخيمة، تفضلي يا أم سعيد. ألو. يا مرحبا أم سعيد، تفضلي. مرحبتين فيك دكتور. يا مرحب استكل، تفضلي خشي في الحلم على طول. الله يكرمك استكل، اشكرك ام سعيد. يلا بسرعه يا احسان، بيقولوا لنا البرنامج قرب يخلص. تفضلي ام سعيد. الله يخليك دكتور. دكتور عندي ثلاث احلام عادي؟ لا لازم واحد واحد، لانه خلاص فاضل دقيقه او دقيقتين. تفضلي ام سعيد. اوكي دكتور، بعطيك حلم الاول. تفضلي. ايه الحلم، اختي حلمت اختي ربيعتها يعني حد يعني هي حلمان بولدها. حد حلم حلمان بابن اختك يعني. هي شخص ثاني انه يشربه ماي. طيب يشربه ماي في شعر، لكن الشعر طويل. ماشي هي. خلاص باينه جدا. هي. اختك محتاجه رقيه شرعيه، اختك هي. محتاجه ترقي نفسها، واضحه يا ام سعيد. يعني ام الولد، ام الولد نفسه مش الولد، رؤيه الطفل هي. تعود على ام، خليها ترقي نفسها بصوره البقره والاذكار. ماشي يا ام سعيد. تكرر عند الحلم، هي تكرر عند الحلم مرتين يعني شيء معناها تاكيد للمعنى ده، الرقيه الشرعيه. ماشي يا ام سعيد، شكرا. ام سعيد من راس الخيمه. زين دكتور ابارقلك يعني شخصي عادي من الكنترول تحت الهواء، خديه من الكنترول. اوكي اوكي مشكور دكتور، الله يبارك فيك. اختنا منى، ها مصورنا مظبوطه كده الكاميرا معانا مظبوط. منى السلام عليكم. يا منى من ابو ظبي بتقول امي شافت امها المتوده، فسرناها خلاص يا منى. اما الغزال اللي خدته امك، ده خاطب او زوج لحد منكم يا منى؟ خاطب او زوج؟ تمام. سكر عليا، بارك الله فيك حبيبي سلمان، سكر عليا عشان سامع انا ما شاء الله الكلام الجميل. بعدين السؤال الثاني بتقول بشوف نفسي باكل مندرين، ده دليل على قراءه القران، لان النبي قال المؤمن كالاترجه طعمها حلو وريحها حلو. استمري على قراءه القران. علا من ابو ظبي، الرز وعليه ميه وعليها سوس ولسه كانت هتشيله، شيليه الله يخليكي. الشغل اللي تحسي فيه شبهه حرام او شبهه في المال او شبهه في الرزق ابعدي عنه واشتغلي حتى لو راتب اقل، الحلال هو اللي يدوم. نعم. والدها المتوفي جالس وبعدين قبلت يده اليمنى، دليل البر، كنت بره بابوكي. الصباع الصغير بتاعه بعيد شويه عن بعض الاصبع، قولي لاخوك الاصغر يقرب منكو ويتواجد بروحه وفكره معاكو مش بجسمه بس، لان الوالد زعلان من البعد اللي هو فيه عن مجال الاسره. اسماء من المغرب، بالنسبه ليك يا اسماء سليمان حبيبي سكر عليا، سكر عليا عشان انا سامع جوع. ايوه طيب يلا حبيبي. السوس في الموت اخي، بيت واسع زجاج. شافت اخوها البيت الواسع والزجاج، وبعدين حفله سياره سوداء، هذه حياه يكون فيها سؤدد وغنى باذن الله، ولكن اللي هيبقى متعب فيها ربما يكون الزوج او الخاطب، حد متملك قراراته، اخته الكبيره او والدته، لك حق الاختيار في هذا الوقت. الطائره وهبطت هدايه من الهدايه ان شاء الله، والبحر الهادئ دليل صفاء الحياه يا اخت اسماء. وانتم بين ناس، انت وصديقتك ناس صح وناس غلط، خليكم مع الناس البيض اللي هم اصحاب القلوب البيضاء والفطره النقيه. امل من الجزائر، امل شفت نفسك صاعده، وبعدين امل الرؤيه بتعبر والانقلاب دوت عن الخطوبه اللي ما تمت وانت فسرتيها، لكن بإذن الله تعالى المنام الثاني
يؤكد والله أعلى وأعلم ربما يعود لك هذا الخطيب، لأنه إن كتب له الزواج معك الشوكولاتة والحلوى يعني معناه سيكون سعيدا ويعيش حياة هنيئة. أم سعيد فسرنا الحلم بتاعها أن أختك لازم ترقي نفسها بالقرآن يا أم سعيد. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم أحبة الكرام، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. زعلوش مننا الناس اللي اتصلت ما عرفناش نرد عليهم، الوقت ضيق جدا. إن شاء الله الأسبوع الجاي نلتقي بكم، ودوما أبشر بالخير.